منحت جائزة نوبل للاقتصاد 2018 إلى الأمريكيين ويليام نوردهاوس وبول رومر تكريما لأعمالهما في موائمة متطلبات الابتكار ومكافحة الاحتباس الحراري مع النمو الاقتصادي العالمي. وقالت الأكاديمية أن الأمريكيين قاما بتوسيع نطاق التحليل الاقتصادي إلى حد كبير عبر إقامة نماذج تشرح كيفية تفاعل الاقتصاد مع الطبيعة والمعرفة. ونوردهاوس كرم تحديدا لأنه قام بدمج التغير المناخي بتحليل الاقتصاد الشمولي على المدى الطويل. نعم، أما رومر فقد كرم أو منح الجائزة لأنه نجح في دمج الابتكارات التكنولوجية بتحليل الاقتصاد الشمولي على المدى الطويل. لقد زودنا الحائزون على جائزة هذا العام بأدوات ذات أهمية بالغة لفهم كيفية تفاعل الاقتصاد مع الطبيعة ومع المعرفة وأي سياسات تساعدنا على خلق نمو اقتصادي مستدام وطويل الأجل. عبر سكايب ينضم إلينا من ستوكهولم عبد الله مرعي المحلل الاقتصادي. سيد عبد الله، لو تشرح لنا أكثر، ما المقصود بالنموذج الذي يجمع ويدمج بين الاقتصاد الكلي من جهة والطبيعة أو التغير المناخي والتكنولوجيا من جهة ثانية؟ مساء الخير لك سيدتي ولجميع متابعينك الكرام. نعم، لقد حصل الأمريكيين ويليام نوردهاوس وبول رومر اليوم في العاصمة السويدية ستوكهولم على جائزة نوبل للاقتصاد، وذلك لعملهما على دمج تغيير المناخ في تحليل الاقتصاد الكلي على المدى الطويل ودمج الابتكارات أيضا في تحليل الاقتصاد الكلي أيضا على المدى الطويل. الأكاديمية السويدية قالت أنهم لم يقدموا حلولا جاهزة للمشاكل، ولكن لقد قاموا بتطوير منهجيات تعالج تحديات تعتبر من الأكثر أهمية في العصر الحالي، حيث أننا اليوم هذه الجائزة تأتي أهميتها أيضا من أنها قامت بتسليط الضوء على أهمية التعاون الدولي في مجال القضايا الكبرى، خاصة فيما يتعلق في البيئة، حيث أننا اليوم نعيش في مستويات كارثية للأضرار البيئية الحاصلة نتيجة التطور الصناعي الكبير الحاصل في الدول الثمانية الكبرى. نعم، ولكن سيد عبد الله، كيف يمكن لهذا النموذج أن يتم تطبيقه؟ لأنه كما ذكرت يجب أن يكون هناك تعاونا دوليا في هذا الإطار وفرض ضرائب أيضا على كل الدول، ونحن نعرف أن ليس كل الدول مستعدة للتعاون في هذا المجال. كيف يمكن لهذا النموذج أن يمضي أو أن يتم تطبيقه في هذه الحالة؟ نعم سيدتي، ويليام نوردهاوس قال بأن هناك حل ليس هو الوحيد، ولكن إحدى الخطوات الأولية هي أن نفرض ضريبة الكربون على الشركات الكبرى. صحيح. حيث بعض الخبراء الاقتصاديين أكدوا أنه يجب أن تصل هذه الضريبة إلى حوالي $100 للطن الواحد المنبعث للغازات المنبعثة من الشركات الكبرى. ومعظم الخبراء الاقتصاديين الحاليين يقولون على أنه في حلول عام 2020 إذا لم يتم تطبيق هذه الضريبة إلى مبالغ قد تصل ما بين $40 إلى $80، وفي حلول عام 2030 إذا لم يتم تطبيقها لمبالغ تصل إلى $100، فإننا نتجه نحو مستقبل كارثي. ولكن للأسف ما نشاهده أن الدول الأوروبية والأمريكية تتهرب من هذه الاتفاقيات والضرائب. فالولايات المتحدة الأمريكية ترى بأن ضريبة الكربون تشكل خطر على الوظائف الأمريكية ومستقبل اقتصادها ونموها. وأيضا قادة الاتحاد الأوروبي على الرغم من التزامهم باتفاقية باريس قاموا بتمرير ومنذ عدة أعوام عدة خطط تجارية تسمح للشركات الكبرى بالاستمرار بتلويث البيئة وضخ الكثير من التلوث البيئي، على الرغم من أن هناك شروط يجب الالتزام بها وهناك يجب فريضة. فهذه الضريبة كما قلت سيدتي لا أرى أن هناك تعاون جدي بين هذه الدول للالتزام بهذه الضريبة، وهذا يشكل خطرا واضحا على مستقبل البشرية. نعم، شكرا جزيلا لك من ستوكهولم عبر سكايب السيد عبد الله مرعي المحلل الاقتصادي. شكرا لك سيدتي.